من بعد ما نجيب الفواكه أو الخضرة اللي نحنا بتكون مأمنتنا لنشتغل فيها التصنيع الغذائي المطلوب منا، بناخدها بنغسلها بنرجع منقطعها بنرجع منصنعها، وأكيد كمان نعملها الباكج اللي لازم أو بكياس وكمان بنسكرها أو بمرطبين وكمان بتتسكر وتنضغط. بعد عملية التعقيم اللي بتصير وتجهيزهم يلبسوا اللباس الخاص بالتصنيع الغذائي، بتم مناقشة البلان المحطوطة قبل بوقت للتيم اللي حاضر معنا. بيتقسم كل واحد منهم على الشغل الخاص يلي بيكون محدد له. نحن هون فريق من الشباب والصبايا عم اشتغلنا هون لنساهم عمل إنساني لنوزع أكثر من 100 حصة غذائية لأكثر من 100 بيت في منطقتنا بعلبة، ولنساعد أكثر من عائلة محتاجة.